صيف البحرين يا عين يا عين، كل سحر كل سمر، يروي السماء يغوي البصر، يرقص على انغام الحجر. صيف البحرين يا عين يا عين، كل سحر كل سمر، يروي السماء يغوي البصر، يرقص على انغام الحجر. ونضل نقول وايد زين، ونضل نقول وايد زين، صيف البحرين يا عين يا عين، صيف 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 البحرين، صيف البحرين يا عين. مساكم الله بالخير مشاهدينا في الحلقة الخامسة من برنامج صيف البحرين، وطبعاً مهرجان صيف البحرين يشكل هذا العام وجهة ترفيهية ممزوجة بالتعلم والمرح للكبار والصغار. المسي عليكم مشاهدينا وين ما كنتوا، وفعلاً مهرجان صيف البحرين في هذا العام يشهد إقبال كبير من الجمهور المتواجد والمشارك في مختلف أركان خيمة نخول، والأجواء اليوم جدا جميلة، صوت بهجة وسرور الأطفال يعلو أرجاء الخيمة. طبعا مشاهدينا فعاليات مهرجان صيف البحرين مستمرة على مدار شهرين، ولمعرفة جدول الفعاليات يمكنكم زيارة الموقع الرسمي لهيئة البحرين للثقافة والآثار على وسائل التواصل الاجتماعي culture.bh. صيف البحرين يا عين يا عين، كل رجعنا لكم من جديد ونواصل معاكم تغطيتنا المهرجان صيف البحرين 2018 من عالم خيمة نخول، وننتقل معاكم الحين إلى الزميلة أسماء الشيخ المتواجدة معانا اليوم في أحد أركان خيمة نخول. كل الشكر لكم زملائي في الاستديو، وأحب أمسي على مشاهدينا بكل الخير، وما زالت تغطيتنا المباشرة مستمرة من خيمة نخول اللي تحتوي على الكثير من الورش الموجودة هني للأطفال في مختلف الأعمار. خلونا نتعرف على مشاركة الأطفال في الخيمة، خلوني أنا وياكم نتعرف معاها ومع تعرفيني بنفسك؟ معكم الجازي خليفة. الجازي كلمينا عن مشاركتك في خيمة نخول. طبعا أنا مشاركتي في قسم الألعاب وتعلمت أشياء كثيرة. طبعا خيمة نخول فيها ورشات كثيرة مثل التلوين والكتابة والتعليم. حلو، من خلال مشاركتك كمنظمة شنو المهارات اللي أنت ممكن تكتسبينها عشان تفيدك بعدين؟ أن أكون مسؤولة وقيادية وأتعلم أشياء كثيرة وأكون اجتماعية مع الناس. هل تعرفت على الكثير من الناس هني أو الأطفال، أو مثلاً تعلمتي مهارات جديدة؟ طبعاً أكيد. حلو، شكراً لك. والحين معاي بعد أحد المشاركين هني في مدينة نخول، تعرفني بنفسك. سيف عبد القادر الكريم. كلمنا عن أهم الأشياء اللي استفدت فيها من خيمة نخول. استفدت إن في أشياء نسوي مختبر مثلاً، نسوي أشياء ونتعلم بعد أشياء حق المستقبل. شنو أكثر ركن عجبك؟ ورشة عمل مختبر العلوم الجنونية. هل تحس إن هي ممكن تفيدك في المدرسة؟ أي تفيدني في المدرسة، لما أحيانا لما أستاذ العلوم يقولون في تجارب أشياء عشان أعرف التجربة. حلو مشاهدينا، مثل ما شفتوا إن الأطفال عندهم وعي كفاية إن هم عارفين هم شنو قادرين يستفيدون منه من خيمة نخول. خلونا الحين أرجع حق زملائي في الاستوديو واللي عودة مرة ثانية معكم أثناء الحلقة. يعطيك العافية أسماء. طبعا مشاهدين، خشبة مسرح خيمة نخول وأيضا الصالة الثقافية تحتوي على الكثير من العروض الموسيقية والفنية والثقافية والترفيهية كعروض السحر والفلكلور، واليوم بنتعرف معاكم أكثر على برنامج مسرح نخول مع ضيفنا في الاستوديو، ولكن بعد هذا التقرير. تتميز خيمة نخول في كل صيف من كل عام بالتنظيم اللافت والأنشطة المميزة، حيث يجمع هذا المهرجان الصيفي بين التعلم والمرح في مكان واحد. وتحتوي الخيمة على أقسام عديدة يعتبر من أهمها مسرح نخول. يقدم المسرح وبشكل يومي مجموعة من العروض الثقافية التي تم تنظيمها بالتعاون مع عدد من السفارات الأجنبية في البحرين، وكذلك العروض المحلية التراثية
منها فرقة محمد بن فارس، الفرقة الموسيقية للشرطة، عرض الدمى والساحر، وعروض فلكلورية عربية أخرى. الحمد لله كل سنة يكون عندنا تنوع في البرامج المسرحية والأنشطة. المميز السنة أن بما أن محافظة المحارق السنة تم اختيارها عاصمة الثقافة الإسلامية لمملكة البحرين، حاولنا نركز في المسرح أن تكون أسئلتنا الثقافية متنوعة تخص محافظة المحرق. ركزنا أن يكون عندنا ألعاب شعبية السنة بالإضافة للألعاب الحركية والتعليمية. شاركين معنا العديد من السفارات المتواجدة في مملكة البحرين، عروض ثقافية من مختلف الجاليات، بالإضافة إلى العروض العالمية والمحلية إن شاء الله تكون موجودة على المسرح، وبالإضافة إلى المسابقات والجوائز القيمة اللي تقدم من هيئة البحرين للثقافة والآثار. والله احنا كل سنة عن سنة عدد الناس بتزايد في خيمة نخول بشكل عام، والمسرح ما شاء الله اشوف العدد بما ان احنا اليوم يمكن في اليوم الخامس او الرابع لمدينة نخول العدد جدا كبير. اكثر شيء يتفاعلون مع الناس طبعا الاسئلة والمسابقات والفرق الشعبية اللي تقدم مختلف الفنون الشعبية الموسيقية. رجعنا لكم مشاهدينا من جديد، نواصل معاكم حديثنا عن برنامج مسرح نخول مع ضيفتنا في الاستوديو المنسقة لبرنامج العروض على مسرح نخول ريم الملا. نرحب فيك ريم، نور المكان. طبعا ريم في مسرح نخول دائما تحمل معاها الكثير من المفاجآت والتغييرات، كلمينا هالسنة شنو التغييرات اللي صارت؟ هالسنة ركزنا ان احنا ننقل الفعاليات اللي كانت تصير في الصالة الثقافية نفس كل سنة، بس سويناها هالمرة في خيمة نخول كونها في المحرق واختيار المحرق عاصمة الثقافة الإسلامية، فحبينا ان احنا نركز في هاي المكان. يعني جميل جدا. وممكن تخبري المشاهدين عن جدول البرامج الجاية؟ والله برامجنا متنوعة اخترناها يعني عشان تناسب الأعمار والمختلف الأعمار والأذواق. في عندنا عروض موسيقية، عروض راقصة، وعروض مسرحية. يعني العروض الموسيقية عندنا فرقة محمد بن فارس، والفرقة الموسيقية للشرطة، وفرقة موسيقيين بلا حدود، والعروض الراقصة فرقة رضا بالتعاون مع سفارة جمهورية مصر العربية، وفرقة زاكن دانس بالتعاون مع السفارة الماليزية، وعندنا بعد فلكلور يمني وفلكلور سوداني. جميل ما شاء الله أستاذة ريم، كل سنة تزيد عدد المؤسسات والجهات اللي مشاركة معاكم، كلمينا أكثر عن التفاعل والاهتمام اللي حصلتوه من هذه الجهات المشاركة. طبعاً تعاونهم كل عام مثمر، وشاركونا بفعاليات في المهرجان ممكن فيها تبادل ثقافي وتبادل علاقات، فإحنا يعني نفتخر دائماً بعلاقاتنا مع المؤسسات والسفارات اللي إحنا نتعاون بها. في كل سنة أنتم موجودين عشان تقدمون شيء جميل للأطفال، هالسنة حرصتوا على شنو بالضبط؟ يعني حرصنا هالسنة ان احنا على طول فترة الفعالية في البحرين يكون في عروض للأطفال، في منها عرض الدمى بتكون كل يوم أربعاء وثلاثاء، وفي عرض الساحر بيكون كل خميس، وأيضا عندنا مسرحية بينوكيو للأطفال بعد بتكون على خشبة المسرح. جميل. مثل ما تفضلت ذكرتي لي مسرحية بينوكيو هي سوت ضجة هنا عند الأطفال، كل من يتكلم عنها، كلمينا عن الجهات المشاركة في هذه المسرحية. مسرحية بينوكيو مشاركين معانا السفارة الأمريكية ومسرح ميسولا للأطفال اللي هو من أمريكا. والحلو والمميز في هذه المسرحية إن الطاقم المسرحي يوصل البحرين، عنده الديكور وعنده الستيج سيت اب كل شيء إلا الممثلين، واللي راح يختارونهم من البحرين. زين، وصولا حق طريقة الاختيار، شنو هي بتكون طريقة اختيار الممثلين حق مسرحية بينوكيو؟ طريقة الاختيار بيكون في تجارب أداء بتكون في الصالة الثقافية تاريخ 31 يوليو،
وممكن للراغبين ان هم يشاركون الحضور الشخصي هناك لعمل التجارة. شلون ممكن يقدمون على هاي الموضوع؟ يعني في شروط معينة؟ ماكو شروط، ممكن اي حد يقدر يروح، الساعة 10 بتكون التجارة. فيقدرون يروحون ومن غير اشتراك او شيء، بس انه يروحون وحضورهم الشخصي يعني والاداء ان شاء الله. وشنو الفئة العمرية اللي انتم تطمحون ان هي تطلع في المسرحية؟ الفئة العمرية للمسرحية بتكون من 6 سنوات ل 18 سنة. جميل. ومنهم اعضاء لجنة التحكيم اللي يحرصون على اختيار المشاركين؟ طبعا هم اللي واصلين من مسرح ميسولا من امريكا. من امريكا اي. فهم اللي بيكونون، هم اللي بيختارون يعني اعضاء المشاركين. استاذه ريم نورتينا وشرفتينا، شكرا على حضورك، ومتحمسين نزوركم بهذه المسرحيه مع الاطفال. يعطيك العافيه حبيبتي. نواصل معكم مشاهدينا فقراتنا اليوم من خيمة نخول، حيث التعلم والمرح، وما زالت الفرصة أمامكم مشاهدينا للاستمتاع في مهرجان صيف البحرين. واللي حاب يتعرف أكثر على الجدول والبرامج، ويمكنكم زيارة الموقع الرسمي لهيئة البحرين للثقافة والآثار على وسائل التواصل الاجتماعي كلتشر بي اتش. طبعا مشاهدينا، من أكثر الأركان حيوية ونشاط هو الركن الرياضي اللي يضم العديد من المشاركين والأقسام. خلونا نتعرف معاكم أكثر على الركن الرياضي من خلال التقرير التالي. يعتبر الركن الرياضي في خيمة نخول الخاصة بمهرجان صيف البحرين من أبرز الأركان الموجودة، واللي تشكل نقطة جذب إضافية للخيمة بشكل كبير هذه السنة. ويحتوي هذا الركن على ألعاب مختلفة ومنوعة، منها كرة القدم، كرة السلة، وركن الجمباز، بالإضافة للياقة البدنية والأيروبكس، بتواجد مدربين مختصين بالإضافة إلى المتطوعين في تنظيم الركن. هنا عندنا ركن اللياقة البدنية، وهو عبارة عن كرة سلة وكرة قدم. يعني هنا طبعا بشكل تطوعي، هو لان يعني احب هذه هوايتي، ويعني ما شاء الله الخيمة معروفة ان على المستوى الخليجي، يعني قاعدين نشوف ان في من دول الخليج يعني كويت، السعودية، وايد ناس قاعدين يجونا. فعالية حلوة حق اليهال، قاعدين نعلمهم في كرة القدم الأشياء الأساسية في كرة القدم، والسلة بعد نفس الشيء. ويشهد الركن توافد كبير من الأطفال لممارسة مختلف الألعاب الرياضية والحركية بأساسيات صحيحة تشجعهم على اتخاذ الرياضة أسلوب حياة بطريقة سهلة وممتعة. أيوة استانس، عشان لما نكبر نعرف نلعب ونسوي، عشان الناس يعرفون ان احنا نعرف هالشيء، وهي بعد موهبه منا. احلى شيء ثم ثنتيناهم، عشان في بعد ورشات نتعلم منها، وفي ورشات بعد عن احنا يعني نلعب فيها ونستانس. لعبت كرة السلة اول، انا العبها في البيت وايد من احبها، وعقب لعبت كرة القدم. انا مش اشترك في نادي عشان العب كرة القدم. استانسنا وتعلمنا من الرياضة، عشان نتعلم منها، عشان لما نكبر نقدر نعرف الأشياء ونقدر نعلم الأطفال. ويستمر الركن الرياضي باستقبال الأطفال من عمر 5 سنوات إلى 15 سنة، وذلك إلى نهاية مهرجان صيف البحرين بتاريخ 18 أغسطس. صيف البحرين يا عين يا عين، كل سحر كل سمر، يروي السماء يغوي البصر، يرقص على انغام الحجر. صيف البحرين يا عين يا عين، كل سحر كل سمر، يروي السماء يغوي البصر. رجعنا لكم مشاهدينا من جديد، والحين خلينا نتعرف معاكم اكثر على احدى اقسام المشاركه في الركن الرياضي مركز فيت كيدز البحرين، مع ضيفنا في الاستديو الكابتن عمرو محمود. نرحب فيك معانا. اهلا بك.
بداية كابتن عامر، ممكن تكلمنا عن الأنشطة اللي تقدمونها كمركز في الركن الرياضي للأطفال الصغار؟ أولاً فيتكيدز بحرين هو برنامج رياضي تعليمي ترفيهي للأطفال، يبدأ من سن تقريباً سنة لحد 12 سنة. بنطور المهارات البدنية والاجتماعية في جو المرح. الطفل عشان أستقطبه إن هو ينمي المهارات دي لازم يكون في جو هو يحبه. فإحنا برنامجنا الحمد لله ناجح، وبنقدم أنشطة متعددة من خلال البرنامج زي الجمباز، الأيروبكس، الفيتنس، جنرال فيتنس للأعمار دي كلها، وبنطور المهارات القفز والجري يعني مهارات متعددة للطفل في السن ده. والحمد لله برنامج ناجح، بقالنا في البحرين تقريبا 5 سنوات، وهو لينا حوالي 14 فرع على مستوى العالم. والبحرين الحمد لله بدأنا 5 سنين وناجح جدا، وبنقدم كمان الخدمة البرنامج ده للروضات، يعني كسنتر عندنا في السنتر الأنشطة، وكمان بنطور ده وبنروح للمدارس والروضات وبنقدم الخدمة دي كمان للأطفال هناك، بحيث كل الأطفال يكون عندهم القدرة ان هم يبدأوا تاني للرياضة. كابتن عامر، شنو الأهداف اللي ركزتوا عليها في هذا الركن الموجود هنا في خيمة نخول؟ الأهداف اللي احنا بنحاول نستقبل كل الأطفال من الأعمار اللي قلت عليها، لأن حالياً إن احنا في عصر التكنولوجيا طبعاً واخدة وقت كبير جداً من أطفالنا، فاحنا بنحاول في الوقت دوت إن احنا نقدم حاجة نرجع الأطفال أقوياء تاني، أصحاء تاني، يعني نحاول إننا نرجع الجيل اللي احنا كنا منه قبل التكنولوجيا. فالحمد لله بدأنا، وفي الخيمة بنقدم مهارات متعددة عجبت أولياء الأمور الحمد لله في خلال الأسبوع اللي موجودين فيه، وإحنا موجودين إن شاء الله فترة أكبر حوالي شهر ونص، فإن شاء الله هنقدم أقصى ما عندنا بحيث كل الأطفال يستمتعوا بالبرنامج بتاعنا. ومثل ما يقولون العقل السليم في الجسم السليم. أيوة بالزبط. كيف وجدتم تفاعل أولياء الأمور والأطفال أيضا في الركن الخاص؟ الورش الرياضية يعني من وجهة نظري فعليها إقبال أكبر، لأن طبعاً دي حاجة ولي الأمر مثلاً بيبقى عايز يشوف مهارات طفله إيه، لأنه ما بيشوفهاش في البيت، ما بيشوفهاش في المدرسة، فلما يشوفها عملي قدامه طبعاً فدي حاجة كويسة. فطبعاً ابنه بيدخل ب 45 دقيقة، السيشن بتاعتنا 45 دقيقة، بيجري وبيعمل جمباز وأيروبكس يعني طبعاً في سيركل، فبيشوف المهارات دي، فالإقبال عندنا الحمد لله عالي جداً. احنا موجودين من 5 سنوات في خيمة نخول الحمد لله. والفئة العمرية المستهدفة تقريبا من كم لكم؟ الفئة العمرية المستهدفة كمركز فيت كيدز من سنة ل 12. ما شاء الله. اي نعم، من عمر اصغر لحد ال 12، لان ده العمر المناسب جدا يعني ان احنا ننمي المهارات بتاعته. ما تفكرون توسعون الفئة العمرية؟ ما ده ان شاء الله مستقبلا، يعني ان شاء الله دي خطتنا اللي جاية، نخلي الاعمار الاكبر 15 و18 وممكن 20 باذن الله. جميل. وكيف وجدتم الشراكه بينكم بين هيئه البحرين للثقافه والاثار؟ كان لنا الشرف ان احنا بدانا مع هيئه البحرين من 2014، بدانا اول فعاليه كانت في 2014، والحمد لله لقيت يعني كنا اكثر، مش عايز يعني اتكلم عن نفسنا، بس احنا كنا اكثر ورشه فيها استقطاب نعم للاطفال، لان كان فيها مهارات متعدده زي ما قلت لحضرتك، مهارات كتير جدا وعجبت اولياء الامور، والحمد لله في ناس بتيجي وعارفين الحمد لله من 2014، فده اللي احنا بنقدمه. وعيد البحرين بصراحه مقدم لنا كل التسهيلات، واحنا موجودين معاكم شهر ونص، وان شاء الله ربنا قدرنا ونقدم اشياء ان شاء الله ممتازه للاطفال. جميل. كابتن، نشكر تواجدك اليوم معنا، وكل الشكر والتقدير على الجهود اللي تبذلونها في نشر الوعي الصحي للاطفال. ان شاء الله. يعطيك العافيه. شكرا لك. صيف البحرين يا عين يا عين، كله سحر كله سمر. تحرص خيمة نخول على اختيار المدربين المبدعين لإعطاء الأطفال أفضل الأنشطة الممتعة من خلال ورش العمل المتنوعة. خلونا نتابع مع بعض قصة مدربة ورشة الرسم الكرتوني الفنانة رشا الناصر في التقرير التالي. دعم الوالدين لأطفالهم المبدعين في أول الطريق سبيل لنجاحاتهم،
هذا ما دفع رشا ياسر الناصر للتطور في رسم الكرتون. بديت في مجال الرسم وأنا عمري 4 سنوات، شفت روحي أني حبيت المجال الرسم، ومي وبوي اكتشفون فيني موهبة، والحمد لله يعني مع اكتشاف الموهبة ومي وبوي طوروا لي الموهبة هذه وودوني مركز سلمان الثقافي وشاركت في المدارس وعلى مستوى البحرين كلها فازت ما شاء الله بالمراكز الأولى. يعني مدرسات شافوني أن عندي موهبة معلمات الرسم كلهم كل المراحل من ابتدائي وإعدادي وثانوي مركز سلمان شافوني أن عندي موهبة هذه في الرسم خصوصا في الكرتون، طوروا لي موهبة الرسم مع الممارسة وأشوف في الكرتون وأشوف قصص مصورة تطور. عشقت رشا الرسوم المتحركة جميعا وتعلقت بها منذ الصغر. شخصية الكرتونية قريبة لي أنا، يعني حبيت الأنمي الياباني، يعني ما عندي شخصية يعني معينة، أحب كل شيء يعني الأمريكي والياباني، طبعاً شخصيات القديمة أميل لها أكثر. ومن ملاحظاتها أثناء تقديمها للورش في خيمة نخول لاحظت تميز وإتقان بعض الأطفال المشاركين للرسومات. والله أنا أشوف منهم ما شاء الله عندهم موهبة، شوف بعض الأهل على في سنهم اللي عمرهم ما بين 5، 6، 7، 8، 9 سنين ما شاء الله حق سنهم وايد مناسب لهم، يعني عندهم موهبة أشوف أنه قاعدون يضبطون مثلا العين والجسم ولا الشعر ولا ذي، أشوف أن قاعدين يضبطون معاه يعني ممارسة الرسم معاي هم يتابعوني، شفت أن عندهم موهبة الرسم، أشوف أنه يبي لهم تنمية وتطور طبعا في سنهم، يبي لهم ممارسة أكثر، بس من بداية رسمهم واضح، فعرفت أن هاي داخلهم موهبة كامنة في الرسم. تعددت طموحات رشا الناصر على أمل تحقيقها في المستقبل القريب. بطور أفتح لي جاليري، أفتح لي محل خاص بي يعني أو مثل بزنس فيها يعني أشغال برودكتس يعني أو بضايع فيها رسوماتي أنا، يكون يعني مثل براند لي أنا خاص كذي ضمن إنجازاتي دفاتر التلوين، وبسوي أشياء ثانية تيشيرتات وأغراض ثانية كبابيس مثلا، أغراض ثانية كلها على رسوماتي يعني مثل ما شركات الأجانب شلون سوت أنا بسوي، فإن شاء الله يعني تكون ناجحة وإن شاء الله يكون لي إقبال، يعني أتمنى ذلك مثل ما يقولون. صيف البحرين يا عين يا عين، كل سحر كل سمر يروي السماء يضوي. ما شاء الله عليها رشا مثال على التميز والإبداع والفن. فعلا خولة. مشاهدينا نواصل معاكم تغطيتنا لمهرجان صيف البحرين 2018 من عالم خيمة نخول، وانتقل معاكم الحين إلى الزميلة أسماء الشيخ المتواجدة معنا اليوم في إحدى أركان خيمة نخول. شكرا زملائي ومشاهدينا، مثل ما سلطنا الضوء على الأطفال المشاركين والحاضرين هني، خلونا نسلط الضوء على المنظمين أيضا اللي لهم دور كبير في نجاح خيمة نخول ونجاح هذا التنظيم والفعالية الكبيرة. خلونا نتعرف على أحد المنظمين معاي اليوم، تعرفين بنفسك؟ أهلا أختي، معك مريم العطاوي، منظمة هني في ورشة حقوق الطفل. هني ورشة توعوية نوعي الطفل عن حقوقه بشكل مسلي، يعني بشكل مسلي من ناحية ان احنا نسوي له اشياء يعني شيء تجذبه انه هو يعرف المعلومات يكتسبها، تكون معلومات دي هادفة له تفيده في حياته، يعني يعرف يتعرف على حقوقه في ديرته. حلو، شلون تشوفين اقبال الاطفال على هذه الورشة؟ والله الاقبال حلو والاعداد، يعني انا بما اني في التسجيل هني لهم الاعداد حلوة، تتراوح ما بين 10 أطفال مبدئيا لان ما في احد مبدئيا، بس انها تتراوح بين 10 و15، بس وايد في اقبال عليها ويعني نوعا ما زحمه. استجابه الاطفال حق هذه المعلومات الى اي مدى ممكن تفيدهم بعدين حق حياتهم المستقبليه؟ شوف كل يعني هم لازم كل طفل يعرف حقه، فاحنا هني نعطيهم ان شنو حقوقكم، يعني تفيدهم بشكل لما تسألينهم ما يطلع الياهل مفاهم، يعني يكون فاهم، يعني تسألين سؤال يرد عليك فاهم يعني في طين، فحلو انه هو هني شنو يكتسب، شنو حقوقه، شنو اللي له وشنو اللي عليه. حلو، يعطيكم العافيه وكل الشكر لك. مشاهدينا نفس ما شفتوا ان دور المنظمين جدا مهم في تنظيم الاليه هني في خيمه نخول، خلوني ارجع حق زملائي في الاستوديو ان شاء الله وبيعطونكم معلومات اكثر عن خيمه نخول. شكرا لك اسماء على هذه التغطية المتميزة. طبعا مشاهدينا مثل ما تشوفون الأجواء في خيمة نخول أكثر من جميلة، تنوع الورش المقدمة والأنشطة زادها تألق وجمال. قررنا أنا وزميلي جاسم أن نجرب إحدى الورش ونعيش جو الزوار والأطفال المشاركين، وطبعا
عدسة برنامج صيف البحرين كانت معنا لتنقل لكم هذه التجربة. زين جاسم، اليوم لازم نجرب البرامج اللي موجودة هني والورش. ما أتوقع بنقدر نخلصها كلها، لأن ما شاء الله الورش وايد كثيرة هني، لكن بنشوف كذا ورشة موجودة إن شاء الله. وأنا متحمس حق كم واحدة، خلونا نشوفها مع بعض. ورشة البشر الصغير. عظيم. هاي الموقع تعرفونه؟ طبعاً. خلاص عروج. شنو تعرفون؟ أعطيتني أسهل شيء. شنو تعرفون؟ بناها البرتغاليين. لا. عمانيين. يوم طلعوا البرتغاليين. مدرسة الهدايا الخليفية 1921 ولا 1919؟ يلا زين جري بفارق سنتين. 1919. انتهينا من ركن المرشد الصغير، تجربة كانت جدا جميلة، والأحلى إن احنا عرفنا معلومات عن البحرين من ممكن الأطفال يستفيدون منها وايد. جدا جدا جدا، يعني الأطفال ما بيتذكرون لهالمعلومات اللي يحصلون عن طريق اللعبة، يعني خصوصا إنها معلومات تاريخية. تاريخية ويشوفونها هم رايحين وياهين، خصوصا إحنا أهل البحرين والبحرين صغيرة، أكيد الواحد بيمر محرق وبيزورها. صح. فبيشوف طريق اللولو، بيقول اللي حضر اللعبة بيقول أعرف هذه وأعرف هذه وأعرف هذه حق رابعه، بيكون هناك فرق طبعا. صح. معروفة شركة روبوتكس، المدارس البحرين يستخدمونها في مسابقات وفعاليات البحرين. كم مرة وصلت أمريكا ونافست وحصلت مراكز جدا جميلة في مسابقات الروبوتكس، ليجو أو فيكس أي كان هو. إذا بدلنا وهنا مكان الموتور أو دواسة السيكل وايد ثاني، إيش بيصير؟ بطيء. بطيء ولكن قوي. لكن قوي. المساء اللي قلنا بالعكس، سريع ولكن ضعيف. طيب. هاي الحركة بشكل. هاي موجودة أيضا في السيارات، موجود في أغلب أغلب الأشياء الموجودة حوالينا من مكاين وغيره. أعتقد إن الورشة راح تناسب الشباب والبنات اللي يحبون التركيب. طبعاً. وفيها وايد فوائد، إن الشخص يعرف ميكانيزمات موجودة في حياته اليومية مثل السيارة، مثل أي شيء. التروس. شيء يمكن يكون صعب بالنسبة حق شخص بتعلمه في الجامعة، بس إذا تعلمه صغير يسهل له الطريق وايد. صح. إيه. جدا جميلة اللعبة. شوف الحين معاكم لعبة تلوين. الرسم عز، هاي اللعبة المفضلة لي وكنت صغيرة. يوم انت كان عندك خبره في ذيك اللعبه وبعد عندك خبره في هاللعبه، في ديننا في الالوان هذه اللون الاسود يستخدمونه للتحديد عشان يميز بين الالوان الثانيه، وهم اذا انتظرت وخليت اللوحه بيصير شكلها وايد حلو. طبعا. بس المشكله انا اذكر لو كنت صغيره كنت اتحمس لها، فكنت اخربها قبل لا تجهز اللوحه. الصبر اهم شيء. انا الحين خايفه ان اخربها على الاطفال. هي علمتك على تناسق الالوان ولا انت بروحك اول مره؟ ما أول مرة، بسويها من قبل. خبرة. هاي أول مرة. أول مرة وكذي وايد زين. جاسم ودك تجرب؟ حاول أنت تقولين خبرة ما خبرة. جاسم تقريباً خبرة. أجيب بس. جرب. عشان تشوفين الحين الفن. تقولي لي بس خط أنا ما أقدر أسويه. ترى يا جماعة فيها تركيز وايد، لأن الضغطة وايد مهمة. توني قاعد ألاحظ. بنات عندهم التلوين. ننقل الصفحة لك. ننقل الصفحة لي. بنات عندهم التلوين. الركن جدا جميل. طبعا مثل ما تبين لنا ان كل اسبوع الورش تتغير، ولو الطفل تم هني ويبته كل يوم، كل يوم بتكون له تجربه جديده وكل يوم بيستفيد شيء. والورش هذه مناسبه لجميع الفئات العمريه،
مو شرط تكون بس للاطفال، ممكن الاسره كلها تستمتع فيها. طبعا لاحظنا التنوع الحين، رحنا احنا حق التاريخ ورحنا حق التقنيه وحنينا حق الاشغال اليدويه والفن. وانا انصح كل المشاهدين ان يبون عيالهم، وهو افضل وقت يقضي في فراغه يستفيد منه وفي نفس الوقت يفرغ طاقته. كان ودنا مشاهدينا ان نروح كل الورش معاكم، لكن للاسف عدد الورش جدا كبير. ان شاء الله تمرون وتشوفون الورش بنفسكم. صيف البحرين يا عين يا عين كله ساحة. أحلى شيء كان في الموضوع جاسم فرحة الأطفال اللي تشوفها بعيونهم وأهاليهم اللي كانوا يشاركونهم الألعاب. صدق أكثر شيء ركزت عليه إن خيمة نخول هاي المرة شاملة كل شيء، شاملة الفئات العمرية المختلفة، شاملة قسم التعليم وشاملة التقنية بعد. أنا اللي أتذكره يا خولة من ورشة الروبوتكس، في كان أشياء يمكن المهندسين هم بس اللي يعرفونها، اللي هي تروس ونقل المسافة والقوة والسرعة. هاي شيء يعني ان الطفل يتعلمه في العمر شيء جدا جميل. حسيت انك خبرة فيه اكثر بعد. طبعا يعني انا تدربت عليها. مشاهدين وصلنا لنهاية الحلقة، يتجدد لقانا معاكم باكر في نفس الموعد، واللي حاب يتعرف على جدول الورش والفعاليات والعروض المسرحية يمكنكم متابعة احدث الفعاليات على الموقع الرسمي لهيئة البحرين للثقافة والآثار على وسائل التواصل الاجتماعي كلتشر بي اتش. انتظرونا باكر مع فقرات جديدة ومنوعة من داخل خيمة نخول، ننقلها لكم بإذن الله. صيف البحرين يا عين يا عين كله سحر كله سمر، يروي السما يغوي البصر، يرقص على انغام الحجر.